تعالوا دلوقتي بقى نروح لملف مختلف حبتين. امبارح نجح منتخب مصر للناشئين تحت سن 17 سنه للكره الطايره في انه يتاهل لنهائي بطوله افريقيا بعد ما حقق الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجه 3-0 في نصف نهائي البطوله اللي بتستضيفها مدينه مصراته الليبيه خلال الفتره من 10 وحتى يوم 20 ديسمبر. بالنتيجه دي بيتاهل المنتخب لبطوله العالم 2024 حيث يصعد للبطوله العالميه اصحاب اول 3 مراكز في البطولات القاريه. توفيق ليهم طبعا.